خرج المدرب المساعد للناخبية الوطني فلاديمير بيتكوفيتش نبيل نغيز بتصريحات خاصة للإذاعة الوطنية طمأن فيها الجميع حول الظروف التي جرى فيها تربص المحاربين، مبديا تفاؤلا كبيرا حول مستقبل المنتخب الجزائري. نبيل نغيز ومن خلال تصريحاته كشف أن الموسم انتهى بالنسبة للمدافع رامي بن سبعيني عقب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني. والله هذا ما سمعنا يعني، ولكن صح حقيقة كانت عنده إصابة نوعا ما خطيرة، ولكن ما تطلبش يعني 6 أشهر وهي ممكن 2 شهر أو 3 أشهر، ونظن باللي من نهاية الموسم نظن هذيك هي المدة الموجودة. كما وصل التقني الجزائري حديثه حول الخط الدفاعي للخضر ودفع بقوة عن المدافع محمد أمين مداني الذي برر أسباب اختياره على آخرين أنه يلعب بالقدم اليسرى. هو لاعب يساري باش يعوض بن سبعيني على الأقل يشوف يعني في البطولة ككل، يعني وهذا نفتح أنا الميدان في البطولة ككل ما عندناش كثير لاعبين اللي يلعبوا في قلب الدفاع بالرجل اليسرى، ما عدا عبد اللاوي مداني وممكن لاعب آخر يعني صافي ما كانش عندنا يعني الحل كبير ولا. واختتم نغيز حديثه حول الدور العائد إلى بيت الخضر ياسين إبراهيمي مشيدا بما قام به في التربص رفقة زملائه. بطبيعة الحال نظن باللي شوف عندنا تعاود تبني منتخب جديد لازم تخلي بعض اللاعبين اللي عندهم خبرة كبيرة وعندهم يعني شخصية قوية جدا. نظن باللي ياسين إبراهيمي من بين اللاعبين اللي وحتى يعني عيسى موندي من بين اللاعبين ولا بالناصر من بين اللاعبين اللي قادرين يمشيوا هذه المجموعة الجديدة وعندهم شخصية قوية. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.